شو ما صار بالضبط هذا اللي توقع يعني صار معناها الحليب كيما بدات كيما بدات حتى اللي مفيد كيفاش بالضبط تشوه هزبع وششي هميني دي من هرس حكيت حليش طعمي جاو هزو واحد وششي عميني دي حتى العباد سمعوا انه هزو واحد وششي مكاننا وما فسروش وما تصعناش وششي هو غنطو وششي معنا عميني يا طول وششي عنده عميني هميني دي شكو ناس تشف النار ويخد في القهوة وشكو مش تشف قهوة زيه جيت السفير كان من هرس وصاير كذا على سيف أخرى حامل موجود زار موجود وزير موجود تجار موجود كلها موجود جاءوا هزوا وداي سيد الشيخ عمل الدار من حنا ده بعض وما بعد سمعوا به خير زوز شوية شوية من فترة اشتغل شيخ عمل فتح كلام وياكل فتح القهوة شنو فهمتني؟ هم شو رديوا هذيك المياه في الأمين الديسي يسبوا فيها معي تفهم؟ جاب لك حوام غادي ردي هو يا وين هو يا سامر راح من الجراج قلنا لك مراتي نزلت كيف ديت حكيت قبل انا مشينا راه الناس نزلت في باريس طفنا من النفس حكيت لكم بهذا البن الحجر والله عليك حصلوا عيسى وين الخير حصلوا عيسى نعم عليك وين الخير بدو يضربوا فيه عن سوفيا كيريا اسلام كيف هو يجي يستعمل مباركه من اليوم يضربوا فيه يرجع مش قادر يمشي يشوف مش مزاح لي بابا اللي مش بتعور مش يجي فصلوا جمعه تكلم بك بتوع سوفيا سوفيا مش خويا سوفيا خويا وتوقف ابراهيم ومن بعد مش عامل لك خط بعض وبعد ما تبدا العصير كل ثلاثه سموا من الحكايه خرجوا سموا من الحكايه ضربوا من الحجر دبوس ديالك اه ضربوا شجع ما حبش ورجع مليون في الوقت هذا ضربوا شجع اللي ما حبش تقطع دابا هزوا للسبيطار ما هزوش للسبيطار بيتو كنا نلبس الدكتور اه ما حبوش يهزوا للسبيطار طول فين الدكتور طول فين طول وقت ما هزوش انا لا طبعا انا مو عندي على هذا الحدث وشكون محمد تاعك؟ شكون معدس؟ غير معدس. ومن بعد بالنسبة لعصام معناها دخلوه هو سفيان عصام كل اللي فيها على البلاصة هذيك وسفيان ديريكت قتلوه في كاع. ايه. هربوا بيه. ايه. ديريكت قتلوه ديريكت. وعصام مزافع مع البلاصة. ايه. كملوا ضربوه ضربوه طلعوا من المركز. فهمت كيف هو سايب مين؟ رجعوه في الكياس رجعوا عليه داخل من الكرامة ورجعوا الكرامة ورجعوا المركز. وخلوهم طيش. هم في البرج كيف تصاب باش تخرج؟ اش عملوا؟ عملوا هم كل اصحابه يضربوا الحجر جات فيه حاجه. اخبار من اللي خرجوا. وبعد ما كان خايف من الحجر جات هارب ضربته. كل ما يخرجوا في حكايه. تو يخرجوا صار ما عادش فيها باش يخرج حكايه. ظاهر كل شيء. وانت حاضر الوقت اخويا. حاجتكم بالشهود اجوني علمون كلموني تنقول لكم كيفاش جابوها من الشهود سهله ياسر قضيه ما شدنيش حتى نهار ما تقعدش 24 ساعه نفضوها القضيه كلموني برك وين نقول لكم كيفاش في 24 ساعه تتفاضي القضيه كيفاش هو مقترح سهل ياسر سهل ياسر نفسروا للعباد اللي هما باش يشهدوا اللي هما محميين واللي ما يلزمهمش يخافوا على خاطر خايفين وما نجمش انا نقنعهم وليد معناها فهمتني باش نمشي انا نكلمهم ما تخافوش ما تخافوش كيفاش ما يخافوش مركز كامل ناس قاتله ناس فهمتني يخافوا بصفه عليهم كلموني تو نهزكم من لديارهم تفسروا لهم انتوما يشوفوكم فهمتني ناس معناها مانيش عارف انا الناس تخدم الناس هذيك خدمتها الناس تنجم تحمي يولوا يعرفوا اللي انتوما تنجموا تحموهم اذا مش كلمهم انا مش باش نضمن له بالحق ما نجمش نضمن انا اللي خويا خايف نقول له خويا سامحني عندك الحق على خاطر هنا ما نجمش بصراحه حتى نضمن روحي انا يعني.